إلى الرؤية الإماراتية عاقبته بالوقوف عند سلة المهملات فطلب بمحاكمتها. تواجه معلمة شكوى طالب عاقبته بالوقوف عند سلة المهملات داخل الفصل، الأمر الذي عده الطالب إساءة وانتهاكا لكرامته أمام زملائه مطالبا بمحاكمتها. واعترفت المعلمة لدى استجوابها بمعاقبة الطفل كغيره لإحداثه شغبا بين زملائه، مشيرة إلى أنها لم تتعمد إهانته بإيقافه عند سلة المهملات بالتحديد.